بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي الـ Alternating Series. تسمعوني شباب؟ نعم استاذ. نعم استاذ واضح. نعم استاذ. ماشي. ليش سموها Alternating Series؟ يعني راح يكون عندنا تناوب بالإشارة بالسيريس أو المواضيع السابقة اللي أخذنا من أخذنا الاختبارات، ما يعني ما كانت عندنا سيريس مثلا تجيني بها تناوب بالإشارة، يعني ما بين الحدود، يعني مثلا يجيني حد موجب بعدين حد سالب بعدين حد موجب بعدين حد سالب. لا، كنا هالاختبارات اللي استخدمناها دائما كنا نستخدمها على سيريس حدودها موجبة فقط. فاليوم راح ناخذ شلون نختبر سيريس حدودها بها تناوب بالإشارة، وشلون راح نعرف الالترنيتنج سيريس. فناش يقول أنا الالترنيتنج سيريس is a series whose term alternately alternately positive and negative، يعني حدودها تتناوب ما بين الموجب والسالب. هاي الأمثلة اللي عندنا هنا، يعني تلاحظون 1 ماينس 1 على 2 بلس 1 على 3 ماينس 1 على 4 بلس 1 على 5. زين، تلاحظون هنا اكو عندي تناوب بالإشارة. هذا التناوب او خلينا نشوف الحد. طبعا هنا تلاحظنا انه الحد الاول كان عندي موجب. السيريز الثانية اللي هي السالب 1 على 2 موجب 2 على 3 زائد 3 2 على 3 ناقص 3 على 4 زائد 4 على 5، ايضا عندي تناوب بالإشارة، بس هنا عندنا الحد الاول كان عندي سالب. احنا طبعا يعني مو مهم عندنا الحد الاول موجب سالب، المهم هي alternating series. هنا عندنا تلاحظون بالحد العام تلاحظون هذا المقدار اللي هو سالب 1 اس ان ماينس 1، وهنا ايش عندي سالب 1 اس ان. دائما من يجينا بالسيريس سالب 1 اس ان، او ممكن يكون سالب 1 اس ان ماينس 1 او هذا الحد هذا المقدار هو اللي يسبب لي التناوب بالإشارة. يعني مثلا هنا عندي سالب 1 اس ان ناقص 1 بالنسبة للسيريس الأولى. السيريس تبدي من 1 إلى انفينيتي، لاحظون السميشن ان يساوي لي 1 إلى انفينيتي، فإذا عوضنا 1 فراح يكون عندي سالب 1 اس 0 فراح يعطيني يعني إشارة موجبة. إذا عوضنا 2 ف2 ناقص 1 راح يبقى 1 سالب 1 اس 1 سالب فينطيني إشارة سالبة. إذا أخذنا الان 3 فراح يكون عندي 2 ناقص 1 فسالب 1 اس 2 راح يطرح عندي الإشارة. فإذا هذا الحد هو اللي يسبب لي التناوب بالإشارة. هنا عندنا الحد العام للسيريس، الحد العام للسيريس اللي هو الاي ان، نقدر نكتبه بهالصيغه هاي سالب 1 اس ان ماينس 1 او هنا سالب 1 اس ان في بي ان. هذا البي ان هو الحد، يعني هنا عندنا هذا هو يمثل لي البي ان، مجرد يعني تسميه بي ان. وايضا عندنا هذا الحد هو هنا يمثل لنا البي ان، يعني قصدي الحد هذا البي ان اذا اخذناه بدون الحد اللي هو السالب 1 اس ان او اس ان ماينس 1 هذا يعطيني البي ان فقط حدود موجبه. وحتى نوضح بانه التناوب بالاشاره يجيني من سبب
هذا الحد اللي هو سالب واحد أس إن ناقص واحد أو سالب واحد أس إن أو سالب واحد أس إن زائد واحد. أو طبعًا هنا يعني هذا هذين الحدود يعني إذا أخذت قيمة مطلقة لكل واحد من عندهم، إذا أخذت قيمة مطلقة لكل واحد من عندهم النتيجة هنا تساوي لي واحد، لأنه هذا الحد قيمته واحد لكن فقط ينطيني تناوب بالإشارة. يعني إذا هنا راح نشوف، يعني إذا هذا البي إن، هذا البي إن هو كأنما يمثل لي القيمة المطلقة للأي إن، فمن أخذ القيمة المطلقة للحد العام للسيريس الأولى اللي هو سالب واحد أس إن ماينس واحد في واحد على إن، يبقى عندي فقط واحد على إن، هذا سالب واحد أس إن ناقص واحد بالقيمة المطلقة يروح. ايضا هنا نفس الحالة، البي ان يساوي القيمة المطلقة للاي ان اللي هو للحد يعني للسيريز الثانية، فايضا راح اخذ قيمة مطلقة. لاحظ هذا الحد بالقيمة المطلقة راح يروح يساوي لي واحد، فيبقى عندي فقط ان على ان زائد واحد. هنا عندنا تلاحظون هاي السيريز اللي عندي سميشن ان من واحد الى انفينيتي لكوساين ان باي، كوساين ان باي تحضر هنا، اذا عوضنا ان واحد بيكون عندي كوساين الباي سالب واحد، كوساين الباي سالب واحد، اذا عوضنا اثنين كوساين الاثنين باي موجب واحد، اذا عوضنا ثلاثة كوساين السالب ثلاثة باي سالب واحد، الأربعة كوساين أربعة باي يساوي لي موجب واحد. إذن هنا أيضا كوساين إن باي هي عبارة عن alternating series، الحدود قيمة الحد يعني ثابتة اللي هي الواحد لكن عندي تناوب بالإشارة، فكوساين summation إن يساوي لي واحد إلى infinity كوساين إن باي أقدر أكتبها بهذا الشكل. تلاحظون هنا هاي السيريس إذا أخذت n يساوي لي واحد فسالب واحد أس واحد راح يعطيني سالب واحد، إذا أخذت ال n اثنين سالب واحد أس اثنين راح يعطيني موجب واحد، إذا أخذت ال n ثلاثة سالب واحد أس ثلاثة راح يعطيني سالب واحد، بالأربعة يكون عندي موجب واحد، بالخمسة يعطيني سالب واحد وهتستمر عندي. إذا كوساين إن باي هي نفسها سالب واحد أس إن. اشتغل؟ نعم. هذا للتذكير، يعني أنت ذكرت لنا سابقا إنه إذا الأس يطلع يعني عدد فردي فيعطينا إشارة سالبة، وإذا موجب يعني زوج نعم. يعطينا إشارة موجبة نعتمد عليها يعني. نعم. إيه نعم نفس الشيء. نجي إلى شلون نختبر الالترنيتنج سيريز، شلون نعرفها كونفيرج، شلون نعرفها دايفيرج. راح نجي إلى الالترنيتنج سيريز تيست أو الالترنيتنج تيست. هذا الالترنيتنج تيست يستخدم فقط مع الالترنيتنج سيريز. هنا يقول إذا فرضنا أنه عندنا سيريز سميشن للأي إن، هذا عندي أي إن الحد العام زين اللي هي تساوي لي سالب واحد أس إن زائد واحد، طبعا هنا هذا يعني ممكن يكون إن زائد واحد وممكن يكون إن وممكن يكون إن ماينس واحد، كل هاي الحالات هو تسبب لي فقط تناوب بالإشارة، لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف هل راح تنطيني الحد الأول سالب، يعني هل راح نبدي بالحد الأول سالب بعدين الثاني موجب بعدين الثالث سالب، لو تنطيني الحد الأول موجب والثاني سالب هاي حسب لني الأس. يقول إذا هاي السيريس هي alternating series البي إن اللي هو
الابسوليوت فاليو او القيمه المطلقه للاي ان. فهنا عندنا الالترنيتنج سيريز عندنا بي شرطين، اذا تحققت هاي الشرطين يقول the following two conditions are satisfied، يعني يقول اذا تحققت هاي الشرطين فهاي الالترنيتنج سيريز كونفرجنت. اذا تحققت تكون عندي كونفرجنت، زين اذا ما تحققت الاختبار يفشل. يعني شلون باختبار الحد العام، الاختبار الاول اللي اخذناه كان اذا تحقق تكون السيريز دايفرج، واذا ما تحقق يفشل. هنا عندنا الالترنيتنج سيريز، الالترنيتنج سيريز اذا تحقق فالسيريز تكون عندي كونفرج، واذا ما تحقق الاختبار يفشل. شنو هذين الشرطين؟ الشرط الاول لازم يكون عندي بي ان بلس 1 اقل من بي ان فور اول ان، يعني لكل قيم ان، يعني اذا اعوض اي قيمه لان بالسيريز يطلع عندي البي ان بلس 1 اقل او يساوي من البي ان. وايضا البي ان بلس 1 شلون من اخذنا بالريشيو تيست حصلنا على الاي ان بلس 1، يعني معناها اجي اخذ البي ان واعوض بدل كل ان ان بلس 1 واحصل على البي ان بلس 1. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من اخذ ليميت ان يعني اخذ البي ان اخذ له ليميت ان اكثر من انفينيتي لازم يطلع عندي الناتج يساوي لي صفر، ناتج الغايه لازم يكون عندي يساوي لي صفر. اذا تحققت هاي الشرطين فالسيريز كونفرج، اذا ما تحققت ففي الحاله هاي الاختبار راح يفشل. طبعا نعم، يعني بكل مثال نختبر الشرطين لو شرط واحد؟ لا لا لازم تختبر الشرطين، لانه اذا اي شرط هو ما تحقق من عندهم الاختبار يفشل. تمام استاذ واضح. استاذ احنا ليش ما نختبر مثلا شرط الدايفرج؟ اذا ما طلع دايفرج فهو كونفرج. وين هو شرط الدايفرج؟ وهذا ما بي شرط دايفرج، هو بي شرطين اذا تحققت فهي كونفرج، اذا ما تحققت الاختبار يفشل. وهسه راح نجي على يعني هسه راح ناخذ الابسوليوت كونفرج والكونديشنال كونفرجنت، زين، وانطيكم خطوات اختبار الالترنيتنج سيريز. طبعا الالترنيتنج سيريز من راح نجي نختبرها من يعني من تجيكم سؤال بامتحان يجيكم ما مو مباشرة نروح على الالترنيتنج تيست، لا، هذا الالترنيتنج تيست يعني هسه نشوف ان شاء الله بالامثله شلون راح نستخدمه. يعني مو اول خطوه، بس احنا هنا لانه يعني حتى بس تفتهم هذا الالترنيتنج تيست وشلون تستخدمه، زين، ف يعني من تجيك سيريز بالامتحان الترنيتنج شلون تختبرها، هسه انطيك خطوات الحل. خلينا نجي نستخدم هذا الالترنيتنج تيست ونشوف. هنا عندي تو سيريز اريد اختبرها. السيريز الاولى اللي هي سالب واحد اس ان بلس 1 في واحد على ان. السيريز الثانيه سالب واحد اس ان 3 ان على 4 ان ناقص 1. فاحنا قلنا اول خطوه شنو؟ نجي ناخذ نحصل على البي ان. البي ان اللي هو يمثل لي الابسوليوت فاليو للاي ان. ابسوليوت فاليو للاي ان هذا الحد اللي هو سالب واحد اس اي شيء يجيني اس ان زائد واحد اس ان ناقص واحد دائما هذا بالقيمه المطلقه يروح. زين، لانه هذا فقط يسبب لي تناوب بالاشاره فيروح. اذا البي ان راح يساوي لي فقط واحد على اي ان. احصل على البي ان بلس 1 اجي اعوض بدل كل ان بان زائد واحد، فراح يصير عندي البي ان بلس 1 يساوي لي واحد على ان زائد واحد. زين، تلاحظون هنا عندي من اجي اقارن
البي ان بلس 1 اللي هو 1 على ان زائد 1 مع البي ان اللي هو 1 على ان. لاحظ هنا دائما البي ان بلس 1 هو اقل من البي ان، لانه هنا شلون نعرفها؟ شلون عرفنا اقل؟ راح يصير الواحد على ان زائد 1 اكبر من الواحد على ان، فراح تطلع اصغر من المقسم. يعني دائما عندي المقام اكبر، فمن يكون المقام اكبر اذا قيمه الحد تكون اقل. دائما من يكبر المقام نعم يتناقص صعودا. نعم هو يتناقص يعني زين. قصدي هنا اكو عندنا يعني حالتين، نعرف الشرط الاول يتحقق او ما يتحقق. يعني اما يكون عندي هذا اللي هو البي ان بلس 1 اقل من البي ان، اجي اخذ البي ان اعوض بدل كل ان بي ان بلس 1 واشوف هل البي ان بلس 1 اقل من الان لو لا، او شو اسوي؟ اخذ البي ان اللي هو 1 على ان زين، وافتح يعني اعتبره سيكونس كسيكونس، واعوض. تلاحظون هنا اجي اعوض الان من 1 الى انفينيتي احصل على حدود. فتلاحظون هنا انا عندي 1 على ان، اذا عوضت ان 1 ف1 على 1 يعطيني 1، اذا عوضت 2 راح يعطيني 1 على 2، اذا عوضت 3 يعطيني 1 على 3، عوضت 4 1 على 4، 1 على 5 1 على 6. اذا هي شنو؟ تلاحظون هنا الحدود ده تقل وتزيد، تناقص. يعني هنا هو هذا يعني هاي الديكريزنج هو تفسير يعني للبي ان بلس 1 اقل من البي ان زين. يعني كل حد يجيني هو اقل من القبله، هذا معناها البي ان بلس 1 هاي البي ان بلس 1 اقل من البي ان زين، معناها كل حد هو اقل من القبله. فراح نجي الواحد على اثنين هي اقل من الواحد، الواحد على ثلاثة هي اقل من الاثنين، الواحد على اربعة اقل من الواحد على ثلاثة، الواحد على خمسة اقل من الواحد على اربعة. اذا يا اما اطبق الشرط الاول او اخذها كسيكوينس واكتب الحدود واشوف اذا بدأت تتناقص، فاذا معناها سيريس تكون يعني هاي تكون ديكريزنج يعني متناقصة، اذا معناها الشرط الاول يكون تحقق. اطبق الشرط الثاني اخذ ليميت ان يقترب من انفينيتي للبي ان، هنا عندنا للبي ان، والبي ان عندي 1 على ان، ف1 على انفينيتي يساوي لي 0. اذا الشرط الاول تحقق والشرط الثاني ايضا تحقق. اذا السيريس بما انه الشرطين شرطي الالترنيتنج سيريس تحققت، اذا السيريس اللي عنده هي كونفرجنت. نجي الى السيريس الثانيه. السيريس الثانيه عندنا البي ان، ايضا اخذ الابسوليوت فاليو للاي ان، فراح يبقى عندي فقط 3 ان على 4 ان ناقص 1، احصل على البي ان بلس 1. راح اجي اعوض بدل كل ان بان بلس 1، فطبعا هنا راح يكون عندي 3 ان بلس 1 على 4 ان بلس 1 ماينس 1، فراح يعطيني 3n بلس يعني 3n بلس 3 بالبسط و4n بلس 3 بالمقام. ايضا نلاحظ هنا ايضا هنا عندي المقام ايضا راح يكون عندي اكبر. تلاحظون هنا عندي 4n بلس 3 وهنا عندي 4n ناقص 1، اذا ايضا المقام راح يبدي يكبر. فدائما يكون عندي بي ان بلس 1 بي ان بلس 1 هو اقل من بي ان، اذا هذا الشرط الاول تحقق. ايضا مثل ما ذكرنا الحاله طبعا هنا يعني انتم من تختبرون الشرط الاول يعني مو الحالتين هاي مال يعني تاخذوها كسيكونس وتكتبون الحدود، وحده من عندهم تريد تحققوها عن طريق البي ان بلس 1 اقل من البي ان، او ممكن واحد يعني لان انا قايل هنا اور هنا ايضا اور يعني معناها وحده من عندهم وحده من الحالتين زين. يا اللي تشوفوها اسهل لكم نفذوها. طبعا هنا ما يحتاج انه تحصل يعني
يعني اربع حدود خمس حدود تكفي من الـ من السيكويس حتى اعرفها اذا هي يعني ديكريزنج او لا. ايضا هنا لو ناخذ البي ان، البي ان اللي هو هذا فقط بعد ما اخذنا الابسوليوت فاليو، وابدي اعوض الان هنا طبعا السيريس، السيريس ايضا عندي ان يساوي لي واحد الى انفينيتي، فاذا عوضت الان واحد، اذا عوضت واحد فراح المقام ينطيني ثلاثة، العفو البسط ينطيني ثلاثة، المقام راح ينطيني اربعة في واحد ناقص واحد ثلاثة، اذا واحد. ان عوض اثنين راح ينطيني بالبسط ستة، وهنا عندي اربعة في اثنين ناقص واحد راح ينطيني سبعة. طبعا الستة على سبعة اقل من الواحد. من عوض الان ثلاثة راح ينطيني تسعة على 11، التسعة على 11 اقل من الستة على سبعة، بعدين ينطيني 12 على 15 اللي هي اقل. اذا معناها هي decreasing series، اذا معناها الشرط الاول هنا عندي اتحقق. اذا اخذ limit n يقترب من infinity للبي ان، راح يكون عندي limit n يقترب من infinity لثلاثة n على اربعة n ناقص واحد. هنا يعني ممكن نقسم على n، فيعطيني 3 على 4 ناقص 1 على n، ومن نعوض ال n انفينيتي الواحد على n راح يكون عندي قيمتها 0، 1 على انفينيتي 0، فيبقى عندي 3 على 4. او مباشره ما دام درجه البسط مساويه لدرجه المقام راح يكون عندي ناتج الغايه هو معامل n بالبسط على معامل n بالمقام اللي هي 3 على 4. لكن هنا طلع الناتج عندي 3 على 4 لا يساوي لي 0، اذا هذا الشرط ما تحقق، اذا هنا الاختبار يفشل. ها شباب واضح؟ خلاص زين. الان نجي الى اكو عندنا مصطلحات absolute convergence, conditional convergence و divergence of an alternating series. alternating series شباب اريد بس تنتبهون وياي شوي. بالالترنيتنج سيريز احنا شفنا هسه الالترنيتنج تيست يقول ينطينا اياها كونفرج فقط. احنا الالترنيتنج سيريز لازم نختبرها هل هي ابسولوت كونفرجنس يعني تقارب مطلق، يعني الرساله يعني السيريز هي متقاربه بصوره مطلقه، او كونديشنال كونفرجنس تقارب يعني مشروط او بشرط لو تكون دايفرجنس. شلون نجي نختبر الالترنيتنج سيريز؟ من تجيكم سيريز بالامتحان وتريد تختبروها، شلون راح نبدي بالحل؟ شلون راح نبدي بالحل؟ اول شيء ناخذ القيمه المطلقه للاي ان، القيمه المطلقه للاي ان. يعني مو مباشرة هنا، بس انتبهوا يا شباب، يعني مو مباشرة هنا نروح على الالترنيتنج تيست اللي اخذناه قبل شوية، لا. أول خطوة بالحل وهسه راح نشوفها بالأمثلة، ناخذ القيمة المطلقة للأي إن ونروح نختبرها بالاختبارات اللي اخذناها سابقا، الاختبارات اللي اخذناها سابقا اللي هي نذكركم بها اللي هي الانث تيرم تيست، الانتجرال تيست. إذا كانت P series نقدر نعرفها converge أو diverge من قيمة P. إذا كانت geometric series نقدر نعرفها من قيمة ال R. ممكن نطبق ال comparison test، ممكن نطبق ال root test أو ال ratio test حسب ال series اللي نشوف اللي نحصل عليه. إذا أخذنا ال absolute value للأيام واختبرناها بالاختبارات السابقة وانطاني الاختبار converge أو convergent، اذا الالترنيتنج سيريز مباشره اقول عليها ابسولوتلي كونفرجنت، وبهالحاله هاي ما راح نحتاج الالترنيتنج تيست اللي اخذناه قبل شوي. واضحه هاي الخطوه الاولى؟ يعني اذا تنطي كونفرج ننهي، واذا انطتنا دايفرجنت نكمل حل. ينتهي الحل. اخذنا الابسولوت فاليو للاي ان واختبرناها بالاختبارات اللي اخذناها بالمحاضرات السابقه، والاختبار نطاني انه هاي السيريس كونفرج، ف
فمباشرة أقول هاي الالترنيتنج سيريز هي absolutely convergent والحل ينتهي. هاي الحالة الأولى واضحة؟ واضحة أستاذ. إذا انطانا دايفيرج نروح غير طريقة. أسرع نجي نشوف. زين أخذنا الأبسوليوت فاليو للأي إن واختبرناها بالاختبارات السابقة والاختبار انطاني إياها دايفيرج. الاختبار انطاني إياها دايفيرج. زين هنا راح وين نروح؟ راح نروح على الالترنيتنج تيست اللي أخذناه قبل شوية. زين اذا الالترنيتنج تيست اللي بشروط اثنين اذا تحققت بمعنى الالترنيتنج تيست راح ينطيني انه هاي السيريس كونفيرجنت. اذا ايش صار عندي من اخذت ابسوليوت فاليو الاختبار انطاني اياها دايفيرجنت، الالترنيتنج تيست انطاني اياها كونفيرجنت. اذا معناها الالترنيتنج سيريس هي conditionally convergent. conditionally convergent. واضحة هاي النقطة؟ الأستاذ واضح. إن شاء الله. زين. الحالة الأخرى. أخذنا الأبسوليوت فاليو للأي إن واختبرناها وانطتني دايفيرج. الاختبار انطاني إياها دايفيرج. إذا راح أروح على الألترنيتنج تيست. زين. إذا فشل الألترنيتنج تيست بمعنى هاي الالترنيتنج سيريز تكون دايفيرجنت. هاي الحالات الثلاثه. اذا معناها انه الالترنيتنج سيريز يا اما تكون ابسولوتلي كونفيرجنت اما تكون كونديشنالي كونفيرجنت يا اما تكون دايفيرجنت. هاي الحالات الثلاثه العدم. العكس بس الحاله الثالثه اذا ممكن. الحاله الثالثه جيت اخذت القيمه المطلقه للاي ان ورحت اختبرتها بالاختبارات اللي اخذناها سابقا والاختبار انطاك بانه هاي سيريز دايفيرجنت. زين بعدها وين نروح؟ نروح على الالترنيتنج تيست اللي اخذناه قبل شويه بالمحاضره. الشرطين جينا نحقق هاي الشروط، واحد من الشروط او اثنينها ما تحققت، اذا معناها الالترنيتنج تيست فشل، اذا معناها السيريز دايفيرجنت. واضح؟ نعم. استاذ الشرط الثاني اذا طلع بني الشروط الخمسه دايفيرج، نكمل الحل هنا بالشروط اللي اخذناها قبل شوي. نكمل الحل بالالترنيتنج تيست. اذا طلعت عندي كونفيرج ما يحتاج اروح للالترنيتنج تيست، مباشره اقول هاي ابسولوتلي كونفيرجنت وينتهي الحل. لكن من اخذ الابسوليوت فاليو للايين واختبرها وينطيني دايفيرج لازم ارجع وين؟ ارجع للالترنيتنج تيست. زين الالترنيتنج تيست طبقت الالترنيتنج تيست وتحققت الشروط. زين فبمعناها راح تكون عندي سيريس كونديشنالي كونفيرجنت، اذا ما تحققت الشروط تكون دايفيرجنت فقط. زين خلينا نجي ناخذ امثله ونوضح هاي النقاط الثلاثه اللي اخذناها عن طريق الأمثلة. خلينا نجي نشوف هسه، نجي إلى أول سيريز هنا اللي هي سالب واحد أس إن زائد واحد على خمسة أس إن. زين إذن الأي إن هو مثل ما تلاحظون هنا، الأي إن هو سالب واحد أس إن ناقص واحد على خمسة أس إن. زين من أخذ الأبسوليوت فاليو إيش يبقى عندي؟ يبقى عندي فقط واحد على خمسة أس إن، لأنه مثل ما قلنا دائما هذا السالب واحد أس إن زائد واحد إذا كان أس إن ناقص واحد دائما بالأبسوليوت فاليو هذا يروح، لأنه هذا فقط يعطيني تناوب بالإشارة. فراح يبقى عندي واحد على خمسة أس إن. زين هاي الواحد على خمسة أس إن هي جيومتريك سيريس. هاي الواحد على خمسة أس إن هي جيومتريك سيريس. زين حتى نشوف شلون جيومتريك سيريس. لو نجي نفتح السيريس ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني واحد على خمسة عندما ان يساوي لي واحد، واحد على خمسة، واحد على خمسة وعشرين، واحد على مية وخمسة وعشرين.
من أجي أحصل على الآر، الآر راح يطلع عندي يساوي لي 1/5 اللي هو أقل من 1. إذا هنا من يكون أقل من 1 السيريس شو تكون؟ تكون كونفيرج الجيومتريك سيريس، مو صحيح؟ صحيح. إحنا قلنا الجيومتريك سيريس نعتمد على الآر، زين؟ إذا كان أقل من 1 فالجيومتريك سيريس كونفيرج، إذا كان أكبر من 1 فالجيومتريك سيريس دايفيرج. زين، هنا طلع عندي الآر هو 1/5 أقل من 1، إذا الاختبار انطاني كونفيرج، إذا الالترنيتنج سيريس مباشرة أقول عليها absolutely convergent أو absolutely convergence بكيفكم، الجملة اللي تكتبوها عادي ماكو مشكلة. زين، هنا احتجنا الالترنيتنج تيست؟ لا أستاذ، ما احتجنا. ليش؟ لأنه الاختبار من أخذت الأبسوليوت فاليو للأي إن واختبرته انطاني كونفيرج، إذا رأسا مباشرة أقول إذا الالترنيتنج سيريس اللي جتني بالسؤال هي absolutely convergent وينتهي الحل. فبهالحالة هاي ما راح نحتاج الالترنيتنج تيست. زين، نجي إلى السيريس الثانية. هنا ايش عندي؟ سالب 1 أس إن، إن أس 3 على 3 أس إن. فإذا الأي إن، الأي إن هو الأي إن هنا عندنا اللي هو سالب 1 أس إن في إن أس 3 على 3 أس إن. إذا أخذت الأبسوليوت فاليو للأي إن إيش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي فقط 3 أس إن على n أس 3 على 3 أس إن. هنا طبعا ما دام عندي 3 أس إن فاكتوريال ما عندي، إذا أستخدم الروت تيست، أستخدم الروت تيست اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، فأخذ limit n يقترب من infinity الأي إن أس 1 على n. فهنا طبعا راح يصير عندي أوزع الواحد على إين هذا الأس على البسط والمقام، فراح بالبسط راح يصير عندي إين أس 3 على إين، بالمقام عندي 3 أس إين وتجيها 1 على إين، يختصر الإين مع الإين فيبقى عندي فقط الثلاثة. البسط إذا عوضت إنفينيتي فأول شيء أعوض الأس، فثلاثة على إنفينيتي صفر، كمية الصفر واحد، والمقام عندي يساوي لثلاثة، إذا طلع عندي ناتج الغاية يساوي لواحد ثلاثة. احنا نعرف بالروت تيست، بالروت تيست إذا طلع عندي ناتج الغاية أقل من واحد فالسيريس شو تكون عندي؟ السيريس هذا يعطيني كونفيرج، كونفيرج صح لو لا؟ كونفيرج. إذا بما أنه الاختبار انطاني كونفيرج، إذا الالترنيتنج سيريس هي absolutely convergent أو absolutely convergence. هنا أيضا ما احتجنا إلى الالترنيتنج تيست، مباشرة من الاختبار نطاني كونفيرج، نحسم نحسمة الشغلة أنه هاي السيريس هي absolutely convergent. زين، نجي إلى السيريس الثالثة. السيريس الثالثة عندي الـ AN، عندي هنا الـ AN اللي هي سالب 1 أس N بلس 1 على الجذر التكعيبي لـ N سكوير. أيضا أخذ الـ absolute value للـ AN، الـ absolute value للـ AN، فش راح ينطيني؟ راح ينطيني فقط 1 على الجذر التكعيبي لN تربيع. هنا إذا حولت هذا بصيغة الأسس راح ينطيني N أس 3 على 2. هنا عندنا هاي الصيغة شنو؟ هاي P series صح؟ صحيح. صح أستاذ. ها شباب وياك أستاذ صحيح. P series احنا عندنا، نعم احنا عندنا P series هي 1 على N أس P صح؟ وقلنا هذا البي ممكن يجي موجب، ممكن يجي سالب، ممكن يجي كسر، ممكن يجي عدد صحيح، يعني أي قيمة. المهم فهنا عندنا البي إيش قد؟ 2 على 3. زين، 2 على 3 أقل من 1. إحنا من 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 شرحنا البي سيريز قلنا قيمة بي هي اللي تحدد لنا البي سيريز إذا كانت كونفيرج أو دايفيرج. إذا كان البي أقل من 1 أقل أو يساوي 1 فهي دايفيرج، وإذا كانت عندي البي أقل أكبر من 1 تكون عندي كونفيرج.
هنا بهاي الحالة بهاي السيريز عندي البي قيمتها 2 على 3 أقل من 1 إذا انطاني دايفيرجنت. بهالحالة هاي بما من حصلت على من الاختبار انطاني انه سيريز دايفيرجنت وين اروح؟ اروح على الالترنيتنج تيست. زين راح اجي على الالترنيتنج تيست احصل على البي ان اللي هو نفس الابسوليوت فاليو للاي ان اللي هو 1 على الجذر التكعيبي لان تربيع. احصل على البي ان بلس 1 احصل على البي ان بلس 1 يعني هنا راح اجي اطبق الشرطين الخاصه بالالترنيتنج تيست. فمن نعوض هنا بدل كل ان بان بلس 1 راح ينطيني 1 على الجذر التكعيبي لان زائد 1 تربيع. طبعا هنا عندنا ايضا نلاحظ انه الجذر اللي موجود بالمقام هنا بالحاله الاولى اللي هو الجذر التكعيبي لان زائد 1 تربيع هو اكبر من الجذر التكعيبي لان تربيع. فإذا معناها البي ان بلس 1 هو اقل من البي ان. اذا الشرط الاول هذا تحقق. او اذا تريدون يعني ما نحتاج البي ان بلس 1 اجي على الاي ان يعني القيمه او البي ان اللي اخذنا لي 1 على الجذر التكعيبي لان تربيع نفتح السيكونس كارقام ونشوفها اذا ديكريزنج ايضا يعتبر الشرط الاول تحقق مثل ما اخذنا بالامثله السابقه. زين اذا الشرط الاول تحقق اجي احقق الشرط الثاني ليميت ان يقترب من انفينيتي لواحد على الجذر التكعيبي لان تربيع. طبعا هنا يعني بما انه عندي بالبسط واحد وهنا عندي فقط يعني مقدار بدلالتين فاعوض فيصير عندي واحد على انفينيتي واحد على انفينيتي يساوي لي صفر. اذا الشرط الثاني للالترنيتنج تيست ايضا عندي تحقق. زين فبالحالة هاي شوفوا هنا شباب من أخذنا الأبسوليوت فاليو واختبرناها كبي سيريس انطتني دايفيرج. زين من جينا على الالترنيتنج سيريس شروط الالترنيتنج سيريس الاثنين اثنينات تحققت شنو طاني؟ طاني كونفيرج. إذن هذا شنو معناها؟ معناها الالترنيتنج سيريس هي كونديشنالي كونفيرج. ها شباب واضحة؟ واضح ان شاء الله. نعم نجي ناخذ السيريز الرابع خلينا نشوف ايش عندنا. عندنا الاي ان الاي ان اللي هو سالب 1 اس ان على ان لن ان. اخذ الابسوليوت فاليو للاي ان فراح ينطيني سالب 1 اس ان عفوا 1 على n لن n السالب 1 اس n بالقيمه المطلقه راح تروح. زين هذا ممكن نحن هذا ممكن نستخدم الانتجرال تيست. زين فطبعا شوف هنا لو نرجع للسيريس بالنقطه ال n يبدي من الاثنين. ليش ال n هنا يبدي من الاثنين؟ شنو السبب؟ لان الواحد صفر ما نقدر نبلش. نعم لان الواحد صفر واللن موجود عندي بالمقام فاذا هنا يعني كميه غير معرفه لذلك السيريس بدت عندي منين؟ بدت عندي من الاثنين. فاذا هنا الاي ان اللي هو 1 على ان لن ان راح احوله كفانكشن اوف اكس راح يكون عندي 1 على اكس لن اكس واكامل من 2 الى انفينيتي. طبعا هذا الاكس اللي موجود عندي بالمقام اقدر اعتبره هو 1 على اكس واخليه بالبسط. زين حتى اقول مشتقة المقام مشتقة لن اكس موجودة عندي بالبسط. فإذا التكامل راح ينطيني لن المقام فراح يكون عندي ناتج التكامل هو لن اكس. واضح التكامل؟ واضح شلون كاملنا؟ أستاذ واضح. زين طبعا هنا من أجي أعوض الانفينيتي فأيضا راح ينطيني لن الانفينيتي انفينيتي وأيضا راح يصير عندي لن الانفينيتي فانفينيتي ناقص لن الاثنين. طبعا هذا لان الاثنين رقم ممكن نطلعها بالحاسبه بس ما يحتاج انه انفينيتي ناقص اي كميه هي تساوي لي انفينيتي. اذا هنا الشرط تحقق. هنا عندي طلعت عندي شنو؟ عندي انفينيتي. اذا الانتجرال تيست من يكون ناتج
التكامل انفينيتي شو ينطيني؟ ينطيني السيريس دايفيرج. زين ما دام حصلت دايفيرج اذا لازم وين اروح؟ اروح على الالترنيتنج تيست. نروح نشوف الالترنيتنج تيست نحقق الشروط. فايضا اخذ البي ان اللي هو يمثل الابسوليوت فاليو للان اللي هو واحد على ان لن ان. ايضا احصل على البي ان بلس 1 راح اجي اعوض بدل كل ان بان بلس 1. ايضا تلاحظون هنا المقام بهالحالة هاي اكبر من هذا المقام. اذا البي ان بلس 1 دائما يكون عندي اقل من البي ان. اذا الشرط الاول اتحقق. نجي نحقق الشرط الثاني. الشرط الثاني limit n يقترب من infinity لواحد على n لن n أيضا راح ينطيني واحد على infinity لأنه عندي لن الانفينيتي infinity في infinity أيضا infinity واحد على infinity راح ينطيني صفر. إذن الشرط الثاني أيضا اتحقق. فهنا عندنا من جينا اختبرنا بالintegral test نطاني divergent. الalternating test عفوا اختبرنا بالانتجرال تيست نطاني دايفيرجن. من جينا على الالترنيتنج تيست نطاني كونفيرجن. اذا هاي الالترنيتنج سيريس هي كونديشنالي كونفيرجن. نجي الى المثال. نعم عين تفضل. نعم استاذ لو مو متحقق الشرط هسه راح نجي هذا المثال الاخير يوضح لنا انه اذا الالترنيتنج سيريس ما تحقق ايش راح يصير عندنا. هسه نجي عليه. هنا عندنا السيريس هاي عندي الـ AN الـ AN اللي هو سالب واحد أس N في ثلاثة N على أربعة N ناقص واحد. الأبسوليوت فاليو هنا عندنا الأبسوليوت فاليو للـ AN هو ثلاثة N على N ناقص على ثلاثة N على أربعة N ناقص واحد. هنا راح نستخدم الـ Nth term test اللي هو أول اختبار أخذناه. فمن أطبق راح ينطيني ناتج الغاية limit n يقترب من infinity لثلاثة عين على أربعة عين ناقص واحد. طبعا هنا عندي درجة البسط مساوية لدرجة المقام. إذا راح يطلع عندي ناتج الغاية ثلاثة على أربعة واللي هو لا يساوي لي صفر. إذا هنا هذا تحقق. إذا راح ينطيني أنه series diverge أو divergent. زين راح أجي إلى أطبق الالترنيتنج تيست. فأيضا أخذ الأبسوليوت فاليو البي إن اللي هو الأبسوليوت فاليو للأي إن اللي هو 3 إن على 4 إن ناقص 1. هنا راح أجي أطبق. إحنا طبعا هذا يعني حليناه هو قبل شوية بس يعني حتى نشوف. هنا عندي البي إن بلس 1 راح أعوض بدل كل إن بإن بلس 1 فراح يطلع عندي 3 ان زائد 3 على 4 ان ناقص 3. فاذا دائما البي ان هو البي ان بلس 1 هو اقل من البي ان. فاذا الشرط الاول اتحقق. من اجي اطبق الغايه ليميت ان يقترب من انفينيتي للبي ان اللي هو 3 ان على 4 ان ناقص 1 راح يعطيني 3 على 4. اذا هنا لا يساوي لي صفر. اذا الشرط الثاني للالترنيتنج تيست ما تحقق. اذا هنا الالترنيتنج تيست راح يفشل. فاذا معناها السيريس تكون عندي دايفيرجنت فقط. راح اقول عليها دايفيرج. ها شباب واضحه؟ واضحه ان شاء الله استاذ. واضحه يعني خلي بس الخمسه يعني استاذ ينجح يعني. بس اسمح لي هنا احنا راح نجي بالنسبه نلخص نسوي ملخص للالترنيتنج سيريس. شلون اختبر الالترنيتنج سيريس؟ اول خطوه اخذ القيمه الابسوليوت فاليو للاي ان اروح اطبق واحد من الاختبارات اللي اخذناها سابقا. بس استاذ شوي على براحه حتى نكتبهم. يلا عينك شنو خطوات اختبار الالترنيتنج سيريز؟ اول خطوه ناخذ القيمه المطلقه للاي ان. بعد ذلك نختبر باستخدام الاختبارات اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة. إذا الاختبار انطاني النتيجة converge فإذا الالترنيتنج سيريز هي absolutely converge يعني تقارب مطلق وينتهي الحل. هالحالة هاي
ما راح نحتاج الى الالترنيتنج تيست. الالترنيتنج تيست ما راح نحتاج. واضحه الخطوه الاولى؟ واضحه استاذ. زين نجي الى الحاله الثانيه. نفس الحاله ناخذ القيمه المطلقه للايين ونختبره نختبره نختبر باستخدام الاختبارات السابقه. اذا الاختبار انطاني دايفيرج، اذا الاختبار نطاني دايفيرج يعني طبقت واحد من الاختبارات اللي اخذناها وانطاني الاختبار بانه هاي السيريز دايفيرج، بهالحاله هاي راح نحتاج الالترنيتنج سيريز التيست، عفوا نحن نحتاج الالترنيتنج تيست. نروح على الالترنيتنج تيست. اذا الشروط الالترنيتنج تيست اثنيناتهم تحققت فالالترنيتنج تيست راح يعطيني اياها كونفرج. واحنا من اخذنا ابسوليوت فاليو حصلنا على دايفيرج، اذا معناها هاي الالترنيتنج سيريز هي كونديشنالي كونفرجنت. هاي بالنسبه للحاله الثانيه. الحالة الثالثة أخذنا القيمة المطلقة للعين واختبرناها طلع ناتج الاختبار دايفيرج، راح نلجأ إلى الالترنيتنج تيست. من جينا نحقق شروط الالترنيتنج تيست الاثنين ما تحققت، يعني واحد من عندهم مثلا ما تحقق أو اثنيناتهم ما تحققت، إذا معناها الالترنيتنج تيست هنا عندي فشل، إذا معناها الالترنيتنج سيريز راح تكون عندي دايفيرجنت. هاي هذا بالنسبه لي الالترنيتنج سيريز. طبعا احنا يعني هاي الاختبارات خلصناها، طبعا هذا يعني هوم وورك، يعني هاي السيريز حلوها انتم ان شاء الله استاذ. ان شاء الله. شوف هنا المحاضرة الجاية، المحاضرة الجاية يعني محاضرة يوم الاثنين إن شاء الله، راح أرتب مجموعة أسئلة، مجموعة سيريز أطلعها يعني من مصادر ونحلها بالمحاضرة. يعني ما راح نأخذ يعني موضوع، طبعا احنا بعد احنا موضوع السيريز جزئين اللي هو الانفينيت سيريز والباور سيريز، فالاثنين القادم ان شاء الله ما راح نبدي بالباور سيريز، راح ناخذ يعني سيريز ونبدي نختبر نحلهم، يعني شلون حتى يعني الطالب شلون يفكر من تجي سيريز ويريد يبدي بالاختبار. واتذكر طلبته من عندي انه يعني دوال مثلثيا نخلي عليها، فراح ارتب لكم مجموعه من الاسئله ونحلها ان شاء الله بالمحاضره ايضا. ان شاء الله استاذ. ان شاء الله استاذ. ان شاء الله. بالنسبه للحضور قلت نهايه كل محاضره حتى نشوفه. ان شاء الله ماشي، احنا يعني راح يعني نسجل حضور يعني بال نصيح الاسماء زين اللي اسمه موجود ان شاء الله. حتى ما تطول المحاضره. ما يخالف ان شاء الله ماكو مشكله. على السريع ان شاء الله نصيح الاسماء. اخوان شباب اني بديت اصحح بالاوراق الامتحان، لكن للاسف يعني حالات الغش ايضا موجوده. عفوا استاذ بس التسجيل لسه مفتوح. خلينا نغلق التسجيل. هاي بيها فضيحه. يلا استاذ.